أريد أقرأ لك قصيدة. إيه. مستهل قصيدة. نعم. عزيز علي. شرف. بما أنه أضيف الشرف مولاتي أم البنين اليوم عليه السلام. نعم. القصيدة قراها عمك أبو بنين ملا عمار. الله. وشاعرها نعم. حسين طالب السماوي اللي سمعك وبتشيته. شرف والله. مولاتي أم البنين تقول. نعم. كأني بلسان الحال. كون عندي ويا الولي أربع بنات كان روح ارتاحتي يوم الممات كانت امنيتي ويا ذريتي أربع بنات أربع بنات ويبقني بلا يا اسم ذن البنات ومن يسيلون يقولن خادمة أنا ميت قاص دربها وهي أمنيات زينبي حوطنها من أربع جمات تحكي زينب ما يقولن غير صار هم مثل عباس دم كون حار كانت أمنيتي ويا ذريتي أربع بنات أنا بدر الوفا أولاد رضعتو بويا وعلى حبك يا أبو اليمة ولعتهم أنا قالوا للمواضي قطعتهم يكفيهم فخر زينب نعتهم الله أكبر الله الله